واحد فيه في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. الأستاذ يوسف شكله هيتجوز واحدة مش مصرية، والظاهر كده والله أعلم إنه بيحبها أوي. الست ملك بعيد عنك كانت هتموت امبارح، الأعور انفجر عندها ودكتور خالد فضل بايت جنبها طول الليل. أنا صراحة بقيت بشك فعلا في كل اللي حواليا، خصوصا فراولة. أنت بتقول إيه؟ اتلم يا ولد واخلص. لسه فاكر؟ يا ابني الندالة اللي أنت فيها، إزاي ما تسألش عليا؟ مين قال لك الكلام ده؟ طبعا جيت لك كذا مرة. بس رئيس المباحث هو اللي ما كانش بيرضى ان انا اشوفه. الله، ده كده اللعب حلو قوي وعلي قوي. هشاكك اصلا ان حادثه اروى دي بفعل فاعل، وكان في حد مسيب لها فرامل عربيه. قول انك بتدور على اي حاجه عشان تريح بيها ضميرك. ما انا ما قالي طريق الا الزواج يا يوسف. فالغالي ده يتحط تحت المراقبه وتشد المراقبه على حازم، ها؟ لحد ما نشوف حكايته ايه. احنا لما نبعت الفيديو ده للواء مجدي يبقى أنا بعدت الشبهة عني تماماً. أوقات كتير بحس إن أنا اتولدت أصلاً في الوقت الغلط. ما دام ساب لنا شوية فلوس يبقى أقول في 60 ده. المهم الكاش. أنت اتجننت؟ أنا اللي اتجننت يا زبالة؟ إيه اللي بينك وبين إيهاب الفاي؟ مفيش حاجة بيني وبينك. والله؟ أمال ده إيه؟ كان لازم أعرف ودن جامدة أوي. معرفش. معرفش إيه ده؟ طبعا ما تعرفيش، عشان كده كان عايز يخلص مني عشان يخلالكوا الجو مع بعض. حازم فكر، هو لو كان عايز حاجة زي دي كان حط لك مخدرات حقيقية. أنا فكرت
بحبك يا ياسمين. بصراحة أنا عارف إن أنا قلتها لك قبل كده في البيت عندي، كان عارف، بس أنا الفترة الجاية هقعد أقولها كتير عشان تثبت في بقي. لا، وعشان حاجة تاني، عشان بصراحة أنا أول مرة أحسها وأقولها. مش أنت كنت بتقولها كتير من قبل؟ أه طبعًا كنت بقولها كتير، ما أنا شاب وليا علاقات نسائية كتيرة و... يعني ليا متطلباتي وليا حاجاتي واحتياجاتي الخاصة بس مش أكتر. بس إذا كنت بتقول للبنت اللي كنت معها بحبك بدون ما تحس فيها، فأنت بتكون عم تضحك عليا. طب ليه ما تكونش هي اللي بتضحك عليا؟ اه اصل انا غلبان ومسكين وبضحك عليها بسرعه صراحه. وبعدين ما تحسبهاش مين بيضحك على مين، يعني ممكن اكون انا كنت بحاول اوهم نفسي ان انا بحبهم. ليش انت مضطر تعمل هيك يعني؟ فراغت عين، فراغت وقت، فراغت احساس، فراغت حياه. هو في فراغ في الموضوع يعني عشان نبقى صراحه. فراغت شو هي؟ ما انت ما شاء الله عليك شغلك مقتل بعده. ياسمين انا مخرجك وعزمك وكده عشان نحسب بعض. قول لي امسك الخشب، امسك الخشب. وبعدين الشاي بتاعي ده من غير سكر، ما فكرتيش تحطي لي سكر ولا تعملي اي حاجه؟ ما انا قاعد مع بنت على الفاضي يعني. انا عارف اللبنانيين ذوق ومزبقين وبتاع. خلاص خلاص احط انا، خلاص سيبك بقى من الحاجات دي كلها. ماما عايزه تشوفك. مش انت قلت لها عني؟ انا ليا سيره غيرك، ده انا اصحابي كلهم زهقوا من كتر ما بتكلم عليك هنا وبره وفي كل حته في الدنيا. انا بتكلم عليك ليل ونهار لدرجه ان فريده هانم اللي هي امي يعني حبيتك من غير ما تشوفك. حبيبتي انا كمان بدي اتعرف عليها. شوف الموعد اللي بيناسبك وانا جاهزه. ايه ده على طول كده؟ مفيش استنى اشوف افكر اي حاجه تتقالي تتمنعي، مفيش الكلام ده عندكم؟ ها ماشي، حلوه السهوله حلوه برضه. طب خالد اخويا عيد ميلاده الاسبوع اللي جاي واحنا عازمينك، ايه رايك؟ كل سنه وهو طيب. وانت طيبه يا حبيبتي. انا بقدر اجيب يوسف معي؟ يوسف مين؟ يوسف. يوسف الصغير؟ يعني طبعا ينور ويشرف ابو يوسف، بس يعني زي ما تقولي كده يعني اللي يعني تخلي الطلعه الاولى لوحدك عشان امي و... وهنا يعني موضوع مطلقه وموضوع ابني. مش قصدي حاجه والله خالص، ما كده كده هتعرف احنا هنخبي عليها. لا طبعا. طب انا اوعدك ان انا هجيب ماما ونروح نزور يوسف مكان ما هو موجود. ماشي اوكي. انت زعلتي؟ لا ابدا والله، لو زعلتي خليه برضه موجود. بالعكس متفهمه. متفهمه الموضوع. اه طب يا حبيبتي ربنا يخليك. تشربي بقى ال... ما تجيبي انت اللي تكوني انت الشاي ولا تشربي؟ لا انا طلبت هيدا. ماشي ماشي هيدا. ما بحب الشاي انت بتعرف. ان شاء الله يا حبيبتي. روح. عايزك تجيب لنا يوسف من اول طلعه. انا خلاص مش قادره، رجلي مش حاسه بيها. ويا ريت تعبنا ده جيب فايده. انا مش فاهمه دول ايه بالظبط، لابسين طاقية لخفة؟ على رأيك، بس برضو هرجع وأقولك هما لسه وشهم مش معروف في المنطقة اللي هما ساكنين فيها. وبعدين يا رانيا احنا مش بندور عليهم في شارع ولا في حارة، ده مكان كبير قوي. بس ايه رأيك في فكرتي؟ انا قلت لك الفيس هو الحل. اول ما نشرت صورهم الست بعتتلي على الخاص انها تعرفه. هي فكرة الفيسبوك دي حلوة بس ما جابتش نتيجة لحد دلوقتي. بس على الأقل عرفنا نحدد مكانهم فين. طب وبعدين هنعمل ايه؟ اسمعي، انا من بكره الصبح هلف على كل المدارس اسال على العيال، يمكن اعطر في المدرسه اللي هم اتنقلوا فيها. لا يا حبيبي، دور بقى انت لوحدك، انا بكره بقى هاخده كله نوم. نوم ايه؟ مش دي فكرتك انت هتستندلي فيها يا رانيا؟ فيها يا ابراهيم، انا خلاص عملت اللي عليا. اعمل بقى اللي عليك انت كمان، انا زهقت. زهقتي؟ طب اشربي الحاجات اللي احنا جايبينها دي. اشربي. يا ريت من فضلك تفهمني، أنا ما أقدرش دلوقتي خالص أعلن جوازنا. أيوه أنا قلت لك إني أعلن جوازنا، لكن قبل الظروف دي ما تحصل. بس دلوقتي في وسط البلاوي اللي بتحصل لهم دي، عايزني أكمل عليهم وأقول لهم أمكم متجوزة بقالها سنين ومخبية عليكم. يا رياض أنت بتقول إيه؟ لازم ارصف ودن جامده قوي عشان يعرف انه صح.
اسود ومنيل. ذهب. ايه ده؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل. لواء مجدي قنديل بعت لي الفيديو ده، قال ايه بشكل طبيعي، عايز يجيب رقبه الارض، بيقول لي شوف ابنك بيعمل ايه. يا بابا حضرتك مش فاهم كل ولبسات الموضوع. مش فاهم ايه؟ مش فاهم ايه بس يا ابني؟ انا مش عارف، انا مصدوم فيه، مصدوم فيك يا ايهاب. بقى انت اللي الناس كلها بتشهد لك بالكفاءه والاخلاق، تعمل كده يا ابني؟ تعمل كده يا بابا؟ الواد ده قليل ادبه، كان لازم يتربى. يتربى؟ يتربى ايه؟ انت ناسي يا ابني انك ظابط. الظابط ده يا ايهاب اضعف بني ادم في المجتمع، مش اقوى بني ادم زي ما انتوا فاهمين يا اولاد امبارح. ببلاغ واحد ممكن مستقبلك يضيع، وافظع تهمه لو ثبتت عليك استغلال النفوذ والسلطه يا استاذ. انا مش عارف، انا مش عارف انت ازاي اللي سمحت لنفسك انك تنزل للمستوى ده. خلاص يا بابا خلاص، انا اسف، اوعدك ان انا هحاول اصلح الموضوع. اسف ايه وزفت ايه؟ اسمع، على انت مش هتعمل اي حاجه الا لما انا اوافق عليها، لغايه ما الاقي حل للبلوه اللي انت حطيتنا فيها دي، فاهم؟ خير يا خالد، ايه الموضوع المهم اللي كنت عايزني فيه؟ الحقيقه انا مش عارف ابتدي. الموضوع صعب قوي كده؟ اصعب مما تتخيل. فيها يا خالد؟ توترتني يا عم. تعرف يا اشرف، انا لو ما اعرفكش من زمان كنت قلت ان انا اتغشيت فيك. الكلام الغريب ده؟ كلام غريب؟ كلام غريب ايه يا صديق عمري، يلي عرفت ان امي متجوزه في السر وما جيتش تقول لي؟ عايز تسمع مني كلام عامل ازاي؟ اخر بني ادم كنت اتخيل انه يعمل معايا كده هو انت. اللي انت بتقوله ده يا خالد، انت بتتكلم معايا كاني واحد خنتك ولا ندلي معاك. يا خالد انا ما كانش ينفع اجي اقول لك. وما ينفعش ليه؟ انت فاكرها سهل عليا ان اجي اقول لك ان والدتك متجوزه في السر؟ بعدين ما تزعلش مني، يعني انا اصلا ما كنتش متاكد انه جواز. خالد انا لقيت واحده نازله من عند خالي بالليل من البيت وهو بيه. بايه؟ بايه يا اشرف؟ يعني يا خالد ارجوك ما تحرجنيش اكتر من كده. يا خالد انا ما عرفتش انه جواز غير بعد فتره لما خالي جه قال لي. بعد كده مدام فريده جات لي المكتب وطلبت مني ان انا اساعدها عشان تقول لكم. ساعدها؟ انا مش فاهم حاجه. أنا مش عارف ليه مكتوب عليا إن أنا اتصدم في أقرب الناس ليا. صديق عمري وأمي اللي لحد دلوقتي مش قادر أفهم هي عملت كده ليه؟ من حقها برضه يا خالد إنها تتجوز. حقها؟ حقها ليه؟ فهمني ناقصها إيه؟ يا عم الكلام الغريب ده؟ كلام غريب؟ فعلاً. ما هو خالك. ما هي أمي متجوزة خالك، لازم تقول لي الكلام غريب. في إيه يا أشرف؟ انت لو عرفت ان الست والدتك متجوزه في السر هتبقى عادي ولا هتتجنن اكتر مني؟ لا اكيد هتضايق وهتجنن، بس انا عايزك برضو تفكر بعقلك، بص للموضوع من منظورها مش منظورك انت بس. منظورها صح؟ انتوا اصلكوا كل واحد شايف كل حاجه من منظوره هو بس، وانا متضايق لان انا شايف الصوره الكامله. تقدر تقول لي يا بيه حازم اخويا لما يعرف هيعمل ايه؟ هيطربق الدنيا على دماغنا كلنا. عندك حق، ده مجنون ده كمان. مجنون؟ فهمت بقى انا ايه اللي هيجنني؟ فهمت؟ يا ريتك قلت لي اول ما عرفتك، على الاقل كان يبقى عندي وقت اعرف افكر اطلع من المصيبه دي ازاي. هتفرق ايه يعني لو كنت قلت لك ساعتها من دلوقتي يا خالد؟ احنا عندنا وقت اهو عشان نفكر. عندنا وقت ها؟
طالما انا عرفت يبقى حازم هيعرف. وايه اللي هيعرف حازم بس؟ وبعدين انا شايف انه مش المفروض يعرف دلوقتي اصلا. وانا عرفت ازاي يا اشرف؟ صدفه. تفتكر حازم هيعرف ازاي؟ صدفه برضه، وارد. وانت مش عايزه يعرف خالص يعني؟ مصيره هيعرف. اصلا ما يعرفش خالص، دي برضه مش مضمونه. انا شايف اننا نشوف طريقه نقول له بيها ما تخلوش في نفس الوقت يتهور، لانه لو عرف فجاه زي ما انت بتقول تبقى كارثه. طريقه؟ مفيش اي طريقه في الدنيا هتخلي حازم ما يطربقش الدنيا. هو انت مش عارف حازم ولا ايه؟ الواد اسمه حازم ده واد مجنون، وانا مش عايش معاه تاني ابدا. بتضحكي؟ بتضحكي على ايه؟ بقولك رفع عليا المسدس وكان هيموتني. يا بنت يا هبل، بينكوشك بيعكسك يا لعلمك بقى حازم ده ما يقدرش يموت ناموس، مش عشان هو طيب، لا، عشان اناني، ما بيحبش غير نفسه وبيخاف عليها قوي وما يقدرش يأذي نفسه ابدا. يا سلام يا حلاوه، يعني انا عادي اعيش مع واحد جبان واناني، انما مجنون لا. بقولك ايه يا بنت، انتي طلعتي روح اهلي من يوم ما اتجوزتي. خلاص انا هطلع من هدومي بسببك. عايزه تهدي كل حاجه، انتي حر. نطلع من بولك بلا حمص، كله على دماغك. انا بالنسبه لي عشت حياتي خلاص، الدور والباقي عليكي انتي، هتعضي في الارض. يا ماما، يعني انتي عايزه تفهميني انك بتعملي كل ده عشان مصلحتي؟ وانا كنت عملت ايه يا؟ جوزتك واحد غني عشان اضمن لك مستقبلك ونسترد ثروتنا اللي اتنهبت مننا. بطلي ضلع بقى ملوكه وقومي بقى، وانت زيتي زي الفل اهو. بس انت غلطانه يا ملك، كل ده تعبانه، ولا قلت لنا ولا رحت للدكتور ولا ايه يا خالد؟ والزمن مش عندي حق؟ اه طبعا 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 طبعا. ده انت مش هنا خالص، مالك يا غالي؟ لا مفيش. انت عامله ايه دلوقتي يا عم؟ اهي قدامك زي الفل اهي. ما تفضلش تقولها عامله ايه بقى عشان ما تخضهاش على نفسها. تخض على نفسها ازاي اشرف؟ دي حلاوته وهي قاعده في السرير. ده انا عايزك تخض عليا. اهلا يا ضم. صباح الخير يا حبيبتي. عامله ايه النهارده؟ الحمد لله يا طنط، احسن شويه. طب انا هستاذن يا جماعه عشان اتاخرت على عيادة. مش عايزه حاجه منك؟ شكرا قوي يا خالد. بعد اذنك. طيب انا همشي انا كمان بقى لان انا اتاخرت على الشغل. هي اروح هتعملي ايه؟ تروحي مع طنط ولا اعدي عليكي؟ لا لا، هروح مع ماما. ماشي يلا، سلام. باي. خالد شكله مش مظبوط وفي حاجه؟ لا مفيش حاجه، انت عارفه يا خالد بس حساس زياده عن اللزوم. تلاقي موضوع طليقته ده مضايق بس مش اكتر. خالد. ايه يا اشرف؟ في حاجه ولا ايه؟ خالد انت مش صغير عشان تتعامل مع مدام فريده بالشكل ده. وانت مالك انت؟ وبعدين انت مالك محموق عليها قوي كده؟ انت بتتكلم على مدام فريده بالشكل ده؟ ده انت اكتر واحد بتحبك في ولادها ومفضلاك عليهم في كل حاجه. بدليل انها راحت اتجوزت من ورايا وفي السر، مش كده؟ يا اخي احنا بشر وكلنا بنغلط، وبعدين هي ما عملتش حاجه حرام. اه غلطت عشان اتجوزت في السر، بس عادي يعني، ما عملتش في الاخر حاجه تغضب ربنا. يا جماعه في ايه؟ انتوا بتزعقوا ليه؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا اسطى. ازاي بس مفيش حاجه؟ انا بقالي كام يوم كده حاسس ان في حاجه مكبينها عليا. قولوا لي في ايه؟ احكي له انت عشرة عشان اتخانقت. يعني في حاجه؟ ميرفت، انا لازم انزل مصر، لازم اعرف ابراهيم عمل ايه. وهتعرفي ازاي؟ مش عارفه لسه. خلي بالك لو دورتي ورا ابراهيم المره دي هيوصل لك، ولو وصل لك مش هتعرفي تهربي منه تاني. عندك حق، بس انا لازم اروح لمدام فريده واعتذر لها على مشياني المفاجئ دوت من غير ما اكلمها ولا اقول لها على اي حاجه. وبعدين عايزه اطمن ان هما ما خدوش اي اجراء ضدي. على فكره انت بقيتي تفكري غلط خالص. الناس دي لو خدت اجراء ضدك اول ما هيشوفوكي هيحبسوكي. لا لا، الناس دي مش ممكن تعمل كده.
الناس دي يا ميرفت انا عاشرتهم سنين طويله. لا استحاله ان هم يعملوا كده. عارفه بقى مين اللي انا خايفه منه؟ البت اللي اسمها سماح. ممكن تسرق اي حاجه من الفيلا وتتهمها فيا. وساعتها هتبرئي نفسك ازاي؟ يوه يا ميرفت انت عماله تسديها في وشي ليه يا اختي؟ انا هروح بقى وانا ونصيبي. ما انا كمان لو فضلت قاعده هنا في اسكندريه الفلوس اللي معانا هتخلص. انا هروح يا ميرفت وربنا معايا. انا عارفه ان ربنا عمره ما هيسيب. ربنا معاك. يا خبر ايه اللي حصل ده؟ ايه البلاوي دي؟ خلاص خلاص يا عم ايهاب ماشي نكمل كلامنا النهارده بالليل لما نتقابل احسن. مش هينفع الكلام في التليفون. يلا سلام. الانيس سليم يا فندم. يا اهلا 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 بالبشمهندس هريم. ده ايه النور ده؟ ازي حضرتك؟ يعني الحمد لله كويس طالما شفتك. شكرا. يا ترى فكرتي؟ فكرت. طب وايه القرار؟ هشتغل مع حضرتك. يا سلام دي احلى بشرة جات لي النهارده على الصبح. حالا دي واحده هتكلم الاتش ار عشان يجهزوا لك العقود فورا. يا جماعه انا بتكلم معاكم من واقع ان انا واحد من العيله دي وانتوا عارفين كويس معزتكم عندي قد ايه. عشان كده بطلب منكم ارجوكم ما تذبحوش مدام فريده. في ايه يا اشرف؟ في ايه؟ هو عشان خالك فانت بتدافع عنه يعني؟ انا مش عارف اصدق. امي تتجوز وفي السر كمان؟ طب ليه؟ خالد رد عليا يا خالد اللي احنا فيه ده بجد؟ يا يوسف فريده هانم مش آلة، دي بني ادم لحم ودم واي بني ادم بيغلط مش معصوم من الخطا. بعدين بصراحه بقى انا مش شايف انها غلطت انها اتجوزت، لكن غلطت انها اتجوزت في السر. يعني ايه ما غلطتش انها اتجوزت؟ وعلى راي يوسف يعني عشان خالك؟ اشرف احنا مراعيين موقفك جدا، انا عارف انك في موقف محرج بس مش معقول مش معقول ما خلفش حطه زينا وتروح تجيب لنا واحد ياخد مكان ابوه مهما كان هو مين. ما حدش في الدنيا دي ياخد مكان ابويا ابدا. خالد انت متخيل اخوك حازم لو عرف هيعمل ايه؟ هيجيب مسدسه ويموته على طول. يعني المصيبه هتبقى اتنين. ايه يا يوسف في ايه؟ لا ما فيش حاجه. انا بس انا هستاذن بس في ميعاد انا نسيته. هستاذن يا يوسف. في أي حاجة عايز تضيفها حضرتك؟ لا سعادتك مفيش. برضه مش عايز تقول مين اللي صور الفيديو؟ سعادتك أنا مش بنكر معلومة أنا عارفها. أنا بقول لحضرتك أنا أصلاً ما أعرفش مين اللي صور الفيديو. الفيديو ده ممكن يبقى متفبرك. أي ضابط شرطة ليه أعداء. في ناس تتمنى إن هو يغور من على وش الأرض أصلاً. مين اللي فبركه؟ معرفش يا فندم. معرفش. فيديوهات زي اللي بتحصل للممثلين او لعيبه الكوره. تقدر تتفضل حضرتك. شكرا يا فندم. انت بتعمل معايا كده يا حنين؟ ايه في ايه مالك؟ انت استهبلها يا روح امك. انت مالك اتجننت ولا ايه؟ لا انت لسه ما شفتيش جنان. حنين اوعى تفتكر انها ابن ناس. اقسم بالله اطلع عين اهل اللي جايبيني كلهم. لا انت اكيد شارب حاجه مخليك مش طبيعي. لا انا لسه ما شربتش بس انا واضح اني هشرب من دمك الوسخ. انت بتعمل معانا كده؟ انت بتكلمني كده ليه؟ التفاهم معاك صعب. انا ماشي. اقعدي هنا. رايحه فين؟ ماشي رايحه فين؟ ماشي رايحه فين؟ ما تقول في ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا والله انت قول لي في ايه ده؟ فعلا؟ كأنك اول مره تشوفيه. ها؟ ده حضرتي وحضرتك عندك في اوضه النوم. ها؟ ها قولي اي حاجه. اقول ايه؟ اقول ايه؟ بص يا حنين، جو النسوان والسهواك اللي انت بتعمليه ده مش هيجي عليا. الفيديو ده حد بيبتزني بيه واكيد انت بتعاوني معاه. انت مجنون؟ يعني انا هفضح نفسي واصور نفسي في المنظر ده في بيتي؟
ما تفكر شوية. أنا عارف إن أنا مش هوصل معاك الحل. طيب تقدري تقولي لي مين صورنا؟ العفريت مثلا؟ العفريت ها؟ هو العفريت ومكبي عليا؟ أنا كنت في بيتك على فكرة، في أوضة نومك وعلى سريرك، يعني أي حد صور يبقى عن طريقك على طول. أنا فهمت كل حاجة دلوقتي. أيوة قولي لي بقى اللي أنت فهمتيه يا حبيبتي كده وبالراحة، مش عايز كد، لأن كده 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 أنا مش هحلك، والله العظيم ما هحلك يا حنين. لا أنا مش أنا عاملة كده، ده في حد تاني. حد تاني؟ آه. آه، حد تاني مين بقى بإذن الله؟ في واحد اسمه سامح عبد الفضيل. ده بيصور يعني ولا إيه اللي بيحصل؟ اهدى علشان أفهمك. فهميني يا حبيبتي. سامح عبد الفضيل ده جاب لي خاتم ألماظ ودبدوب. أنا جاي أسمع قصتك أنت سامح فضيل، أنا في المصيبة اللي أنا فيها. ممكن تسمعني؟ خليني أشرح لك. ماشي. أنا لقيت جوه الدبدوب ده كاميرا. يعني اللي صورني الدبدوب؟ آه. طب وأنا لقيت الدبدوب ده فين دلوقتي؟ أرجوك صدقني اللي بقوله لك ده حصل. أنا لقيت جوه الدبدوب ده كاميرا. وعرفت منين إن اللي جوه الدبدوب ده كاميرا؟ الشغالة كانت بتنظف، واقع منها، أنا بشيل ولقيت جواه كاميرا. طب أنا هحاول أقتنع باللي أنت بتقوليه وأحاول أصدقك. أنا مالي؟ الراجل ده بيهددني أنا ليه؟ معرفش، أكيد في بينك وبينه حاجة. حنين، مسمار على مسمار ما يدقش. على فكرة، على فكرة أنت الأفلام الهندي دي مش هتمشي معايا خالص. أفلام هندي إيه؟ ده أنا اللي متصورة وفي بيتي وعريانة ومعاك أنت، وأنا بنت في الأول وفي الآخر، وأنا مش مهندس ومن عيلة كبيرة، والحاجة زي كده تأذيني ومش أي أذية، وأنت عارفة كده كويس. هو الراجل بينك وبينه مشكلة، خلاص تعالى ندور عليه نشوف إيه مشكلته معاك. طب أنا لو رحت وجبته هينكر كل حاجة وهيقول لي أنت مين أساسا؟ تفتكر يعني إن هيقول لي أنا اللي مصور؟ قصدك إيه؟ أنت بتشك فيها كمان؟ لا أنا ما بشكش فيكي، بس أنا زعلان من يوسف قوي إنه في يوم من الأيام صاحب أشكال وسخة زيك. ماشي ماشي يا حنين. تشرب إيه؟ طب لما أستاذ شوكة تيجي. يا ستي ما جراش حاجة نشرب دلوقتي، ولما يجي نبقى نشرب تاني معاه. متشكرة جدا، ربنا يخليك يا أستاذ طارق. ده أنا اللي متشكر جدا يا ريم. على إيه؟ على الوقت اللي بقضيه معاكي. بجد انت انسانه جميله جدا، مش بس شكلك، لا. شكرا. ايه هنفضل بقى ماضينها متشكرين؟ شكرا شكرا. وانت الصراحه بتقول كلام كتير قوي. بالعكس، ده اقل خالص من اللي انت تستهليه بكتير يعني. متشكره قوي. الصفقه دي يا ريم هتكون اول حاجه بتشاركي معانا فيها في الشركه، لو تمت على خير وقدرنا نوصل فيها لاتفاق هيكون ليك عندي مكافاه كبيره قوي. ربنا يسهل ويكون وشي حلو على الشركة. لا من جهة وشك حلو، فوشك مش بس حلو، لا ده انت زي القمر ما شاء الله. ميرسي. أنا مش عارف شوكة بيتأخر كده ليه؟ لما أكلمه كده أطمن عليه. أهو أهلاً. أهلاً بيك. أهلاً وسهلاً. لأن سريم شوكة دي. تشرفنا. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا فريدة؟ لولا مقدر الظرف اللي أنت فيه كنت هسمعك كلام مش حلو. رياض من فضلك، مش عايزه حد يضايقني بكلام، انا خلاص على اخري. انت اللي حطيتي نفسك في الموقف ده. من فضلك يا رياض، قلت لك مش عايزه حد يقول لي كلام تاني يضايقني. انا مش بضايقك يا فريده، بس انت عارفه رايي من الاول، من قبل ما نتجوز قلت لك انا ضد ان جوازنا يبقى في السر، انت اللي اصريتي، قلت لك بلاش يا فريده، يبقى في مشاكل كتير، والمشاكل مش دلوقتي، المشاكل قدام شويه، برضو اصريتي ونشفتي دماغك. عارفه انا وافقت ليه؟ وافقت عشان بحبك يا فريده، وادي النتيجه. طبعا عندك حق، وانت راجل وابنك ما عندوش مانع انك تتجوز، حتى لو اتجوزت اربعه. لو عندك ابن زي خالد اتصدم فيك، ولا حد زي حازم، الله اعلم ايه اللي ممكن يعمله. فريده انت بتتكلمي كما لو كنت اول واحده ست عندها اولاد وبتتجوز. احنا عندنا في الصعيد الست جوزها بيموت بتتجوز اخوه. عارفه ليه؟ عشان يحافظ عليها ويصونها ويصون اولاده ويصون فلوس اخوه. انت ولادك كانهم شايفينك بتتاجري في المخدرات او بتعملي حاجه حرام. انا قلت لك 100 مره يا رياض، ولادي ظروفهم حاجه تانية. يعني ايه ظروفهم حاجه تانية؟ مش فاهم. مش ممكن هفضل اشرح لك واعيد وازيد. يعني مثلا بنتي المتجوزه، انت ما عندكش فكره كنت شايل هم قد ايه جوزها لما يعرف صورتي قدامه هتبقى شكلها ايه، وخصوصا علاقته بيك انك انت خاله. وادي النتيجه يا فندم، اشرف اول واحد عرف ان احنا متجوزين.
ديك شايفه المشاكل اللي احنا فيها، ناس بتهددنا وناس بتبتزنا، في حد بيهدد حد ويبتزه عشان متجوز، امال لو بنعمل حاجه حرام كانوا عملوا فينا ايه؟ والله حاجه تضحك. حقيقي بقى انا حاسه اني ضايعه، مخي واقف مش عارفه افكر. انا اول مره ابقى في الوضع ده، خالد ابني مش طايق يبص في وشي، عينه لو جت في عينيا بالغلط يدور وشه ناحيه تانية. ليه؟ معلش مع احترامي يعني الاستاذ خالد، قفشك في شقه مشبوعه ولا حاجه؟ خالد اتصدم فيا، كان حاططني دايما في خياره صوره الام العظيمه، الصوره دي اتشوهت وانهارت. ايه انهارت؟ انت مكبره الموضوع قوي يا فريده. هو كبير لوحده ولسه بقى اخواته لما يعرفوا، وخصوصا المجنون حاسب. مش معقوله، هو مين الام ومين الولاد؟ فريده الجبالي تخاف من ولادها؟ دي حاجه تضحك. حاسب انا مش عارفه ممكن يعمل ايه، حاسب اللي انا دايما بنتقد تصرفاته وبحاول اغرس فيه القيم والاخلاق، هيعمل ايه لما يعرف ان امه اتجوزت في السر؟ هتقولي لهم امكم اتجوزت في السر عشان تحافظ على استقرار الاسره بس كده؟ يبقى باكد ان انا غلط وان جوازي منك غلطه وكان لازم اداريها. جوازك مني غلطه كان لازم تداريها. فريده انت عايزه ايه؟ رياض من فضلك من فضلك طلقني. ونفكر في احسن